أنا مريم كوموش، طالبة في السنة الرابعة في كلية الهندسة المعمارية والتصميم بجامعة ماموكلا. أسس هذا القسم لتدريب مهندسي تصميم الحدائق الديناميكيين ذوي الكفاءة الذين يوفرون لنا التصميم حسب أشكال الأراضي، مع الأخذ بنظر الاعتبار تصميم الحدائق الطبيعية والثقافية والصناعية الموجودة في العملية التاريخية. يقع قسمنا في الحرم الجامعي كينيكلي التابع لجامعة ماموكلا. يتم تقديم الدروس النظرية والعملية في قسم هندسة الحدائق. الدروس الأساسية في تخطيط الحدائق هي دروس علم بيئة الحدائق وتخطيط الحدائق ونظم المعلومات الجغرافية، أما الدروس عن تصميم الحدائق هي دروس للتصميم الأساسي والرسم وتقنيات الجرافيك ودروس التصميم ودروس التعرف على النباتات. إضافة إلى هذه الدروس يتم إعطاء دروس في تقنيات الصيانة والإصلاح. يوجد في قسمنا مختبر للكمبيوتر وأربع صالات للتصوير. يمكن استخدام هذه الصالات على مدار 24 ساعة في اليوم خلال فترة الامتحانات الفصلية والامتحانات النهائية. لدينا ثلاث دورات تدريبية تطبيقية في القسم الإجبارية في القسم إجبارية خلال فترة الصيف. تجرى هذه التدريبات في المؤسسات والمشاتل والمكاتب. بعد الانتهاء من فترات التدريب يحق لنا التخرج. يمكننا العمل بعد التخرج في الشركات التي تعمل في تنفيذ المشاتل في القطاع العام والخاص. السبب في اختياري للقسم هو أنني أحب الرسم ولدي اهتمام بالطبيعة والنباتات وكوني باحثا في نفس الوقت. السبب الذي جعلني أفضل جامعة باموكلا هو أن الكليات تقع في نفس الحرم الجامعي وعلى مقربة من وسط المدينة. قدرتنا على الاستفادة من الكادر التدريسي وعلى أداء الواجبات المنزلية على مدار 24 ساعة في اليوم خارج فصولنا الدراسية، والاستفادة من صالات التصوير. المجالات التي استفيد منها أثناء الدراسة في القسم هي خبرة أعضاء هيئة التدريس وإمكانيات استخدام صالات الاستوديو على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. هدفي بعد التخرج هو تعزيز معرفتي في المجال الأكاديمي بعد أن أحسن نفسي في مرحلة تنفيذ المشروع. أوصي باختيار قسم هندسة الحدائق بجامعة ماموكلا لزملائنا الذين يهتمون بإجراء البحوث والمبدعين والذين يحبون المراقبة والملاحظة ولديهم اهتمام بالطبيعة. إذا كنت ترغب في قضاء حياتك التعليمية مع الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية فنحن ندعوك جميعا إلى جامعة باموكلا.